ماتش قناة النادي الأهلي في كل مكان منذ أن بدأت جائحة الكورونا تجتاح دول العالم ولا زالت تجتاح دول العالم. لم يتوانى مجلس إدارة النادي الأهلي في متابعة كافة الأمور في فروع النادي الأهلي بالجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر ومتابعة كافة المشروعات الإنشائية وعملا بالملفات اللي طرحها مجلس إدارة النادي الأهلي خاصة في الاجتماعات اللي أجريت في الفترة الأخيرة بتقنية الفيديو كونفرنس متابعة كافة المشروعات الإنشائية والصيانة. قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يصاحبه عضو مجلس الإدارة دكتور محمد سراج الدين برفقة الأستاذ أحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر والمستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي المهندس سامح علي كامل بزيارة تفقدية لكافة المشروعات الإنشائية بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر. معي في هذه الأثناء مهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي. باشمهندس برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. باشمهندس النهارده جلسة تفقدية قام بها الكابتن محمود الخطيب لمتابعة كافة الأمور، عايز حضرتك تطلعنا على كافة تفاصيل زيارة اليوم. كابتن محمود من أول ما بدأنا في شغل في شهر رمضان المبارك دي تاني زيارة لي، أول زيارة كانت في فرع الشيخ زايد تفقد فيها الإنشاءات هناك اللي بنشغلين فيها حاليا، إحنا متشغلين ما توقفناش بنعمل مجمع ملعب سكواش في الشيخ زايد، صالة جمباز، صالة الكاراتيه، مقر الإداري. دي تاني زيارة لي كابتن محمود في أهل مدينة نصر. الزيارة أساسها الرئيسي والسبب الرئيسي بتاعها هو الجراج السطحي اللي النادي الاهلي بيبدا ياخد فيه اجراءات تنفيذيه لانشاء هذا الجراج. كابتن محمود جيب نفسه النهارده وتابع معانا الخطوات اللي هنشتغل عليها من اول التصميم ومن اول المكان ومراجعه العربيات وادانا كل الدعم ان يخلصينا كل الموافقات اللي احنا محتاجينها سواء مع كانت مع محافظه القاهره هيقابل سياده المحافظ سواء كان مع اداره المرور. دخل معانا في كل كبيره صغيره فيما يخص الجراج علشان ده أصبح مطلب ضروري جدا لمنطقة مدينة نصر. ده كان السبب الرئيسي للزيارة. جنبيه طبعا تفقد بحكم تواجده المشروعات اللي احنا شغالين فيها حاليا احنا شغالين في مجمع ملعب سكواش بجوار المسجد، حاليا شغالين في البوابة الفرعية في الجهة المقابلة للنادي. تفقد كل هذه المشروعات معانا وتفقد أعمال الصيانة الجارية اللي بيقوم بها سيد أحمد بيه النحاس مدير الفرع مدينة نصر. الزياره طبعا دي كانت مهمه في التوقيت دوت، احنا خلاص داخلين على العيد ان شاء الله مكملين لحد داخل العيد لحد اخر رمضان شغالين فيه باذن الله وربنا يبارك ان شاء الله باذن الله ونخلص على خير ان شاء الله. باشمهندس كان مجلس اداره النادي الاهلي حريص خلال اجتماعاته الفتره الاخيره على متابعه المشروعات الانشائيه في النادي الاهلي وايضا موضوع الصيانه من الامور اللي طرحها الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه الاخير. كابتن محمود طبعا من اول ما بدانا الاجتماعات بيتابع كل كبيره صغيره مجلس اداره، احنا شغالين في كل الافرع، شغالين في الجزيره حاليا في مدرج كره القدم بنشطب الدور الثاني، شغالين زي ما قلت لك في اول اللقاء في الشيخ زايد تجمع الخامس شغالين فيه بكل قوه، مدينه نصر زي ما قلت لك اللي شغالين في مشاريع احنا شغالين في الاربع فروع بنفس القوه ما توقفناش الحمد لله، والناس على قد المسؤوليه قدر المسؤوليه الحمد لله كلهم وربنا يقدرنا ونخلص على خير باذن الله. باشمهندس سامح يعني نقدر نقول ان فرع النادي الاهلي مدينه نصر اكثر الفروع استفاده من الحركه الانشائيه في فروع النادي الاهلي الثلاثه، اكثر الفروع اللي شهد حركه انشائيه سواء في كافه الاماكن وتجديد ايضا بعض الامور هنا في مدينه نصر. بص يا مدينه نصر كان حظ كويس ان احنا بدانا بيه، لكن لما تيجي تاني بعد كده هتلاقي الشيخ زايد خد من برضه جزء كبير قوي من الصالات والسكواش والجمباز والكاراتيه والمبنى الاجتماعي والملاعب، هتلاقي الجزيره برضه خد جزء كبير، تجمع خد جزء كبير، في الاخر هتنهي الدوره على ان كل الافرع نالت بجزء كبير جدا من الانشاءات. باشمهندس عايز اختم حضرتك بنقطه مهمه جدا، الكابتن محمود الخطيب في برنامج عائله النادي الاهلي كافه المشروعات اللي طرحها في برنامج عائله النادي الاهلي اعتقد تم الانتهاء اكثر من 80 او 90% من كافه المشروعات الانشائيه اللي تم طرحها في برنامج عائله النادي الاهلي. بص حضرتك احنا من اول يوم قدامنا البرنامج الانتخابي لمجلس اداره النادي الاهلي شغالين بيه وخلصنا جزء كبير جدا منه وخلصنا حاجات ما كانتش موجوده فيه اساسا، فانت هتفاجئ ان السنه الجايه انت بنسبه كبيره مخلص البرنامج الانتخابي ومخلص مشروعات تانية ما كانتش برنامج الانتخابي انت عملتها. كل الشكر للمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، وضح الكثير من الامور والنقاط.